العظيم انه مش فيه هيك شلون عم يركض الاولاد عم يتلاقوا العمى صار فجأة حلوة حلوة كتير لا حول ولا قوة الا بالله مسكين هالصايغ شلون ضحك عليه هلا انت ليش فرحانه كل هالقد شو بدك يعني يبكي لك انا الموضوع كثير طريف وبضحك هلا هذا طريف هاد فظاعه انتو النسوان شلون بتتاخذوا بالمسلسلات والبرامج هلا نحن بنتاخذ طبعا لانه الموضوع اللي طار عقلك فيه انا شايفه ساذج كثير وفي اغفال لقدر الصياغ وتخفيف من شانهم وتصويرهم على انهم سذاج او قليلين حيله وبسهوله هيك بينضحك عليهم وليش هيك انحمقت كل هالقد؟ لأنك صايغ يعني؟ لا أسوها، لا تفهميني غلط، أنا مالي متعصب لزملاء مهنتي، بس كل ما هنالك إني ضد حشو أدمغة المشاهدين وخصوص النسوان بمعلومات مغلوطة. هلا كل الناس اللي بيشوفوا هالحلقة رح يقولوا يا حرام هالصياغ قديش حوبة وبسهولة عم ينضحك عليهم وبصيروا ينظرونا بعين الشفقة بينما الواقع مو هيك أبدا. طيب شو رأيك إذا قلت لك إنه هالقصة هي حقيقية وصايرة بسوء شرفته وأنسته؟ أكيد المؤلف أخذ القصة من الواقع وما جاب شي من عنده بنوب ولو كانت صايرة هذا مو مبرر أبداً إنه نطرح هيك نموذج على الشاشة ونعممه طيب هلأ لو أنت كنت محل هالصاير ما كانت مرقت عليك هيك قصة؟ أنا؟ أعوذ بالله شو عم تحكي أنت؟ أنا تمرق علي هيك قصة؟ لا ومو بس أنا 99% من صياغ البلد ما بتمروا عليهم هيك لعبة ليش؟ لأنه الصايغ يا خانم عبارة عن بني آدم مجبول بالشك ومعجون بالريبة أنا أشك فإذا أنا صايغ شغلة معروفة يعني أنا مثلا بشك بكل هالعالم وبكل الزباين وبالغني قبل الفقير وبالزبون المهيوب قبل الزبون المشرشح أبي بتعرفي له أبي إذا فات لعندي على المحل بتعامل معه بحذر هيك أنا تعودت أنا مثل غرورك هاد وعن جهيتك ما شفت مو قصة غرور يا سهى لا تفهميني غلط أنا صار لي 15 سنة بهالمصلحة ولسه لحد هلأ ما انسرق لي أشي ليش؟ لأني واعي وعندي حدث قوي بحيث أني بعرف الزبون وبقفره من تطليعة عيونه وبعرف إذا كان فايت يشتري أو فايت يتسلى أو فايت لهدف مو شريف بعدين الصايغ أقدر الناس على فهم نفسية المرأة يعني فرويد عالم النفس قدام الصايغ ولد صغير لا شو هالحكي؟ إيه طبعاً الصايغ بيعرف إذا كانت المرأة مزنوقة أو مكركبة أو متخانقة هي وجوزها أو حدا عم يهددها أو ماسك عليها شيء يخزي العين عنكم ما ندريان إن الصياغ عندهم كن هالمواهب اسمعي هالقصة لكان السنة الماضية فاتت لعندي زبونة بيضة شقرة بتاخد العقل لابسة الفرو وإيديها معباية ذهب ويلي بيشوفها للوهلة الأولى بيفكرها يا بنت مليونير يا بنت شي مسؤول كبير بالبلد بس أنا من أول ما وقعت عيني عليها عرفت إنه فالصو هيك سبحان الله الله ألهمني إنه هالبنت في وراها قصة فردت لها المباريم حسم طربها لتتفرج عليها وأنا عم راقبها من تحت لتحت ما شفلك ياها إلا وطالعت مبرومة تقليد من قلب كمها وقبل ما تبدلها بالمبرومة الحقيقية ضربت إيدي على إيدها قلت لها عندك وين رايحة يا خانم وين مو كل الطير بيتاكل لحمه إيه وشو عملت بعدين؟ شو بدها تعمل يعني؟ قعدت تتوسل وتترجى يستر عرضك داخلي على طولك داخلي على عرضك يستر حريمك من هالحكيات وانت شو قلت لها؟ قلت لها ماشي الحال يلا روحي بطريقك بس اوعك تاني مرة تفكري مجرد تفكير انك تدعسي عتبة هالمحل برجلك وإلا عاقبتك وخيمة وراحت؟ ايه راحت وامتى صارت معك هالقصة؟ قلت لك السنة الماضية وليش لهلأ حتى حكيت لي إياها؟ ما اجت مناسبة هلأ سنة كاملة ما لقيت مناسبة لتحكي لي هالقصة؟ ايه وليش مستغربة؟ ماني مستغربة بس ليش ما خبرت عنها الشرطة؟ قلت لحالي يا ولد مو محرزين المسألة تسكر محلك وتعطل حالك وتعلق بالسين والجيم بس هيك؟ ايه بس شو قصدك يعني؟ يعني ليكون لأن بنت حلوة بيضة شقرة قلبك حن عليها خفت عليها من البهدلة والشرشحة قدام العالم لك سوها أنت فظيعة خيالك بيروح لبعيد كتير يعني شلون أنا بشك بكل زبون بفوت لعندي على المحل أنت بتشكي بكل كلمة بقولها أنا شو ها؟
اهلا وسهلا ومرحبا. بهالعين. اهلا وسهلا فيك، نحن من قبل ابو رامي الشلهوب. اهلا. انا فريد والست بتكون حماتي، وهي كرت توصية منه. يا ميت مرحبا. يا سيدي تأكد تماما انه انا بدون كرت توصية بعامل زبايني معاملة خاصة، اهلا وسهلا فيكم. هذا لطف منك، الحقيقة مسموعياتك ملية البلد. شو طلبكم يا ترى؟ حماتي تفضلي شوفي شو بتريدي. بدي شيء طقم مرتب تقيل يكون. شو المناسبة؟ هدية لعيد ميلاد. اليوم عيد ميلاد مرتي، حابين نعمل لها مفاجأة. ايه على عيني وراسي. شو رأيكم بهالطقم؟ تفضلي خانم. شو رأيك فريد؟ يعني منيح، ماشي حاله، حلو كلاسيكي، بس يعني رشا بتحب الصرعات وبخاف ما يعجبها. بعدين مبين كأنه خفيف، ما هيك؟ ما بعرف، قلبه فاضي؟ معبى مبطن. بعدين هذا آخر موضة، كتير دارج بهالأيام. مو المهم يكون دارج استاذ، المهم نقتنع نحن فيه. على راحتك. بتحبوا ورجيكم شيء أتقال؟ ايه والله يا ريت. ايه على عيني وراسي. بلش يا زلمة يبكي، قلت لك ما خرجوا طالعوا معنا، ما صدقتني. قديش عياره؟ قديش عمره البركة؟ 3 شهور. الله يسلمك. هلا هذا قديش عياره؟ 21. 21؟ نعم. ليش عم يبكي؟ ايه انا بعرف. خلص سيتي، خلص خلص حبيبي. حماتي الولد ما بيبكي الا اذا كان يا جوعان يا موجوع، مو هيك استاذ؟ ايه طبعا طبعا. هلا امه غيرت له ورضعته، ايه ما حلو لسه. بيكون متضايق من الاحفاد، لانه الاولاد بيتصمتوا من الاحفاد احيانا، مو هيك استاذ؟ ايه بيتصمتوا. ارخي له الاحفاد بيرتاح بيرتاح. وهي رخيت له اياه، منيح؟ ها شفتي شلون ارتاح؟ متضايق من التصميت، التصميت صعب. ايه فعلا صعب. قلت لك لا تجيبي معنا، ما رديتي علي. يا على قلبي ان شاء الله، وين بدي اروح فيه صغير؟ مو انت اللي قلت لها لمرتك روحي ساوي شعرك مشان عيد ميلادك؟ انا بعرف، المهم وين صرنا اساس؟ يا سيدي المحل تحت امركم، شو بتريدوا انا حاضر. اذا بتريد احسب لنا قديش حقه. ايه لحظه على عيني مدام. ألف مدام. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجع يبكي الولد. ما بعرف شو قصة اليوم، ضايش صغير مدري شو بو. قلت لك لا طالعي معنا، ما سمعتي مني. طيب شو رأيك تاخده شوي تسكته برا أنت؟ لا أنا شو عرفني بهالقصة، شو بفهمني بالولاد. طيب لحظة عفوا، عطولة هاي. ما معودينه على هاي نحن أساس، مو معودينه. أيوه تعال سهري ورقي، أعطيني مصاري. طيب هذا الطقم ما في له حلق؟ بلا مدام فيه. إذا ممكن شوفه. إيه على عيني. بس تيتي بس حبيبي، شو صار لك اليوم؟ تفضلي مدام. حلوين. معلش إذا ورجيته لسهري حتى يشوفهم بيلبقوا لبعض؟ إيه شو عليه، تفضلي ولا يسلموا. وعندك حاسة سادسة بتكشف فيها الحرامية. مزبوط عندي حاسة سادسة، بس هدول الجماعة اللي فاتوا اليوم بدهم حاسة تاسعة لينكشفوا، ناقصني 3 حواس لسه. تعال شو بدك تعمل؟ بدي خبر الشرطة. ما في داعي تخبر الشرطة. شلون ما في داعي؟ مو هذا هو الطقم؟ بلا هذا هو، كمشتي الحرامية؟ كأنه حرامية هدول، يا
حبيبي اللي اجوا لعندك وعملوا فيك المقلب، هدول رفيقتي وابنك. ابنك ورفيقته؟ رفيقتك وابنها حرامية؟ حاجة تقول حرامية؟ هذا مقلب وعملناه فيك لنورجيك انه ما حدا على راسه ريشة، ومهما كنت ذكي الا ما تلاقي الاذكى منك. نعم.